دلوقتي فقره الاخبار، ويمكن كريم طبعا احنا هتتناقش مع زميلتنا مريم سميح، لان الابرز الماتشات المختلفه اللي بتتحدث عن المباراه اليوم، وكمان في ماتشات المانيه كتيره جدا. بطبيعه الحال، بس الحقيقه في حاله مريم سميح كما هو الحال مع كل الزملاء، ما فيش فرصه قوي للنقاش، لان هم دايما الحقيقه بيقولوا لك من نفسهم، بينهاروا يعترفوا بكل التفاصيل من نفسهم. يا مريم صباح الفل عليك، زميلتنا العزيزه مريم سميح موجوده حاليا في مقر موقع يلا كوره، هتقول لنا بقى على اهم المانشيتات في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، وكمان هيكون ليها لقاء مع الاستاذ ايمن جلبرت وهو مدير نشر بموقع يلا كوره. مريم صباح الفل عليك. بصبح عليك يا كريم، وبصبح عليك يا نهواند، وطبعا بصبح على كل جماهير النادي الاهلي العظيم. يعني النهارده يوم مختلف هتخلد ذكراه في ذاكره كل اهلاوي، مش بس كل اهلاوي، وذاكره كمان يعني كل العالم، انه الاهلي بطل افريقيا وصل للوقوف او لمواجهه بايرن ميونخ بطل دوري ابطال اوروبا في نصف نهائي كاس العالم للانديه. الحقيقه انه بالبحث طبعا في كل العناوين، زي كمان ما تناولنا امس العناوين العالمية أو العالمين، العناوين كمان المحلية كانت كلها بتتكلم عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ. ولكن خلينا فكر مشاهدينا بجدول مباريات اليوم. طبعا زي ما قلنا الاهلي وبايرن ميونخ في تمام الساعه 8 مساء، كمان في الدوري المصري سيراميكا كليوباترا ومصر المقصه في تمام الساعه 2:30 ظهرا، كمان سموحه وامبي في تمام الساعه 5 مساء. اما بالنسبه للدوري الانجليزي ليدز يونايتد وكريستال بالاس في تمام الساعه 10 مساء. نتجه للعناوين اللي كانت كلها على مباراه بايرن ميونخ والاهلي. طبعا من يلا كوره، رجال لا تعرف الخوف، الاهلي يدخل تحدي تاريخي امام بايرن في مونديال الانديه. من بوابه اخبار اليوم، الاهلي يكتب التاريخ، اول مواجهه رسميه بين الانديه المصريه والاوروبيه. ومن اليوم السابع الشناوي يهزم نوير في صراع الكلين شيت قبل قمه الاهلي والبايرن. كمان من موقع الامارات اليوم، الاهلي يطمح الى مفاجاه بايرن ميونخ في مونديال الانديه. وفي ملف الحقيقه يعني محترم متكامل من صحيفه الشروق، كان الاهلي يبحث عن كتاب التاريخ جديد امام بايرن ميونخ. موسيماني ثقتي بلا حدود في فريقي، وفليك الاهلي فريق ممتع هجوميا، والشناوي سنقدم مباراه تليق ببطل افريقيا، وكيميتش الاهلي بايرن مصر ونعرف خطورته. كمان هيكون معانا من سكاي نيوز عربيه القضية مانشستر سيتي يسحق ليفربول بربعية والفضل للابن العاق. طبعا يسعدنا ان يكون معانا على شاشة قناة الاهلي الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كورة، علشان نتناقش معاه في كل هذه العناوين. بصبح عليك طيب طبعا يا ايمن، وبرحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي. الحقيقة ان كل العناوين زي ما انت شفته وبحثنا النهاردة صباح اليوم كانت يعني لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الاهلي وبايرن ميونخ. عناصر كتير جدا المفروض ان احنا هنتكلم فيها النهارده معاك، ولكن عايزه اعرف يعني عنصر المفاجاه النهارده، الاهلي ممكن يفاجئ جماهيره ازاي؟ اهلا بيكي طبعا، واهلا بكل جماهير النادي الاهلي. طبعا احنا في حدث تاريخي، الاهلي وبايرن ميونخ، اول مباراه ما بين بطل افريقيا وبطل اوروبا، يعني من بطل افريقيا في السيمي فاينال وبطل اوروبا اللي هو النادي الاهلي وبايرن ميونخ. النادي الاهلي يقدر يفاجئ بايرن ميونخ في كرة القدم، مفيش حاجة اسمها مستحيل. طبعا لو بنتكلم بلغة الأرقام والحسابات وكل حاجة، يمكن الكفة أكيد بتميل لصالح بايرن ميونخ، ولكن في الكورة زي ما بنقول 11 واحد في الملعب أمام 11 لاعب آخر، ظروف المباراة أكيد هي اللي بتفرض نفسها. موسيماني الكلمة اللي قالها في المؤتمر الصحفي على طول بعد مباراة الدحيل، احنا نلعب للمتعة، ما عندناش ما نخسره. الهدف الرئيسي بتاع النادي الأهلي تحقق، اللي هو التأهل للسيمي فاينل بنلاعب بطل أوروبا، فريق من أقوى فرق العالم في الوقت الحالي، مجموعة متكاملة من اللاعبين، ومدرب نجح أنه يحقق الخماسية مع فريقه بيطمحوا للسداسية. وبالتالي النادي الأهلي يعني أمام مباراة هي للتاريخ، أول مباراة رسمية للنادي الأهلي أمام بطل أوروبا في كأس العالم للأندية في تاريخ المشاركات. الأهلي النهاردة إن شاء الله لو قدر يكسب هيبقى أول فريق أفريقي بيلاعب فريق من أمريكا الشمالية في نهائي كأس العالم للأندية، ده حدث برضو فريد من نوعه. هنلاقي إن بطل أوروبا بيلاعب بطل أمريكا اللاتينية على المركز الثالث، يعني حاجات كتيرة قوي. الأهلي إن شاء الله لو قدر إن هو يكسب المباراة، الدنيا فعلا هتتقلب.
وان شاء الله احنا دايما النادي الاهلي معودنا ان هو في الاوقات دي بيظهر بشكل مختلف وبيحقق حاجات تاريخيه. نتمنى النادي الاهلي يظهر بشكل كويس اولا وان شاء الله يتاهل للمباراه النهائيه ان شاء الله. عايزه برضو اتناقش معاك في فكره ان بايرن ميونخ كان الحدث الابرز خلال الساعات الماضيه، الرحله استغراق الرحله اكتر من 8 او 9 ساعات. ناس كتير اتكلمت ان ده ممكن ياثر بالسلب على اداء بايرن، في ناس تانية قالت انه ده مش هيفرق كتير في اداء البايرن امام الاهلي. عايزه برضو اعرف رايك في الموضوع. يعني يمكن هم في الاعلام الالماني مسؤول بايرن ميونخ كان يعني اتكلموا كتير في الموضوع ده، وحتى الرئيس الشرفي للنادي او المدير التنفيذي النادي اتكلموا ان يعني في ناس بتحط عراقيل امامهم. طبعا 7 ساعات تاخير في الطيران، يمكن هم احنا كنا عارفين ان عندهم ظروف الطقس صعبه شويه، حتى مباراتهم الاخيره مع هيرتا برلين كنا شايفين تساقط الثلوج كان عامل ازاي، 7 ساعات تاخير او 8 ساعات تاخير ووصلوا ما قدروش يتمرنوا طبعا غير التدريب اللي هو امبارح، اتمرنوا على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. بالتاكيد دي بيبقى ليها جانب او عامل مؤثر، لكن مع فريق بحجم بايرن ميونخ اكيد هم عندهم ستاف وعندهم فريق كامل بيقدر يتعامل مع الظروف دي. نتمنى زي ما بنقول ان ظروف المباراه وظروف بايرن ميونخ تخدم النادي الاهلي، نتمنى ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ينزلوا يلعبوا بلا اي ضغوط بلا اي خوف بلا اي قلق، يقدروا ان هم لو لعبوا اللعب بتاعهم الطبيعي ليه لا نفاجئ بايرن ميونخ. في فرق كتيره يعني في اوقات بتقدر ان هي تكسب بايرن ميونخ، في فرق قدرت قبل كده تكسب برشلونه في كاس العالم للانديه، فريق برازيلي قدر يكسب برشلونه، ليفربول نفسه خسر قبل كده، يعني كل حاجه وارده في الكوره لو امنا بحظوظنا امنا بفرصنا. ويعني دعوات بقى الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله. المقارنه يعني اللي اثرها موقع اليوم السابع ما بين الشناوي وما بين نوير، يمكن الكلين شيت اظهر ان الشناوي متفوق على نوير بثمان مباريات، يعني 8 مباريات فيها شباك نظيفه ولكن نوير 7 فقط. عايزه اعرف اكتر منك انت شايف الفروق ما بينهم عامله ازاي. يعني بالتاكيد نوير واحد، يعني هو مش واحد، هو افضل حارس في العالم حاليا. بالتاكيد المواجهه هتكون يعني منتظره، الناس هتشوف الشناوي تشوف مانويل نوير. الشناوي عليه النهارده ان شاء الله هيبقى الدور الابرز، يعني وفقا للتوقعات لو هنتكلم من فرص طبعا بايرن ميونخ ممكن تبقى اكتر في المباراه، وبالتالي الشناوي نتمنى ان هو يظهر بالمستوى المعتاد بتاعه لان هو واحد من افضل الحراس في افريقيا. ونقدر على فكره لو في تصنيف لحراس العالم هنلاقي ان الشناوي موجود في مركز متقدم ما بين الحراس العالميين. الشناوي لو نفتكر في 2018 عمل مباراه رائعه قدام اوروجواي وقتها وخد مان اوف ذا ماتش في كاس العالم 2018، ليه لا انه يقدر انه يكون احد الاسباب الرئيسيه ان النادي الاهلي يتاهل امام بايرن ميونخ ويكون هو مان اوف ذا ماتش واي لعيب تاني من النادي الاهلي. المقارنات الرقميه يعني بتبقى حاجه جيده ومؤشر كويس، ولكن في النهايه هي المباراه نفسها. شفنا اليسون واحد برده من اعظم حراس العالم في مباراه ليفربول ومانشستر سيتي، هو اللي بيهدي الانتصار لمانشستر سيتي بالاخطاء اللي هو عملها. نتمنى ان الشناوي النهارده نتمنى ان نوير النهارده يعمل نفس الاخطاء اللي عملها اليسون في مباراه مانشستر سيتي ليفربول، وليه لا يعني. عايزه كمان اتكلم معاك في الملف يعني الاهلي وبايرن ميونخ، يمكن تصريحات عناصر الفريق برضو خلال الساعات الماضيه اظهرت قد ايه ان هم عاملين حساب كبير جدا للنادي الاهلي. اتكلموا عن انه يعني بيقدم هجوم ممتع جدا، اتكلموا على انه ما ينفعش الاستهانه ببطل افريقيا. عايزه اعرف التصريحات دي فارقه ازاي خلال الفتره الماضيه، الاحترام اللي هم عاملينه للفريق اللي هيواجهوه النهارده. بالتأكيد هم عندهم ناس محللين للأداء وناس بتتابع الفرق اللي هم هيواجهوها، هم أكيد شافوا مباراة الأهلي والضحيل. الأهلي قدم مباراة جيدة جدا تكتيكيا، النادي الأهلي نادي طبعا تاريخي ونادي يعني اسمه موجود في كل مكان، تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بالتأكيد يعني بيسندوا. مدرب بايرن عارف أن ممكن تحصل مفاجآت، بالتالي بيحاول أن هو يبقوا عندهم زي نوع من أنواع التواضع لما أتكلم عن النادي الأهلي وأتكلم عن التكتيك بتاعه. حتى هو بيحاول يبين في المؤتمر أنه لو حتى ما فيش وقت قوي أنه يدرس
كام؟ لا هو عنده معلومات كافيه عن النادي الاهلي. كيميتش قال ان الاهلي احنا عارفين ان هو بايرن ميونخ مصر وان هو بطل افريقيا وبالتالي مفيش حاجه تبقى بعيد ولازم ان احنا نلعب بشكل جيد ونقاتل في الملعب عشان نتاهل. مانويل نوير او نفس الكلام. ليفاندوفسكي قال ان بطوله العالم للانديه اللي بيشارك فيها افضل الفرق في العالم وابطال القارات وبالتالي مفيش حاجه اسمها فريق سهل. زي ما قلنا كرة القدم فيها مفاجآت وفيها كل حاجة وردة وبالتالي الفريق اللي بيجي بالحظوظ اللي هو هيكسب هيكسب لا ما بقاش فيه كده في الكرة. فبالتالي هم يعني عايزين بيشو ريسبكت للنادي الأهلي وإن احنا بنحترم ونقدر النادي الأهلي مش بس عشان احنا بطل أوروبا أو الخماسية لا هنكسب لا انه برضو ايه ما بيفخمش من نفسه قوي. ولكن ده نفس الامر موسيماني عمله في المؤتمر الصحفي لما قال احنا هنحترم بايرن ميونخ هم بطل اوروبا ولكن مش عايزين نبالغ في الاحترام ما يبقاش الاحترام زياده اللي هو يبقى خوف. احنا ابطال افريقيا احنا النادي الاهلي هنلعب 11 في الملعب. محمد الشناوي نفسه في المؤتمر الصحفي قال نفس الجمله ان احنا النادي الاهلي ابطال افريقيا عارفين نفسنا وعندنا ثقه في نفسنا وهو ده المطلوب ننزل نلعب كوره وان شاء الله النادي الاهلي يعمل مباراه تليق باسمه وبتاريخه. النادي الاهلي مش محتاج يثبت حاجه ولكن دي خطوه للامام زي ما قلنا هتقلب الدنيا المباراه دي. لا قدر الله حصل اي حاجه النادي الاهلي مش محتاج يثبت حاجه هيلعب على المركز الثالث والرابع وان شاء الله احنا بنطمح في النهائي باذن الله. اخيرا انا عارفه ان توقعات النهارده صعبه بس مهمه جدا بالنسبه لي اعرف توقعك للماتش. ما اقدرش اتوقع انا بتمنى هو التمنياتي طبعا للنادي الاهلي وان شاء الله باذن الله ربنا يكون شايل لنا حاجه كويسه ونتأهل للمباراة النهائية إن شاء الله. شكرك جدا أيمن نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي. طبعا ده كان حوارنا وكمان تحليل يعني وافي من الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كورة. يعني نتمنى أن احنا نكون قدمنا صورة متكاملة عن التحليل اللي هيكون النهاردة وإن شاء الله بنتمنى الفوز وحتى لو ما كانش الفوز هو حلفنا يعني أن احنا نقدم أداء مشرف يعني زي ما كل جماهير النادي الاهلي دايما بتفخر بفريقها. بشكركم جدا على العوده للاستوديو مره اخرى. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزه مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي وبنشكر ضيفك العزيز الاستاذ ايمن تحياتي ليكم انتوا الاثنين.